ورجعنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية بعد بقى ما اخذنا استراحتنا. نبدا بقى مع ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني بجد، دكتور دينا ابو سعود، المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. اهلا بيكي دندنتي. اهلا بيكي. والنهارده موضوعنا لكل الناس طبعا، صح كده؟ طبعا، الكسل والخمول وكل الاعمار، وكل الاعمار حتى الاولاد الصغيرين. والصداع المستمر. انا يعني ده انا عندي سؤال شخصي، لان انا عندي ابني صغير طول الوقت بيشتكي من الصداع. فعايزه اعرف بقى، قولنا بقى يعني ايه فعلا مفيش طاقه نعمل اي حاجه، ما عندناش مثلا حاسين بتعب خمول على طول، حاسه ان انا عايزه انام، انا قادره اقوم بس مش قادره اعمل اي مجهود، يعني المجهود ده مضايقني. طبعا الشكوى دي بالذات بقت بنسمعها كتير جدا من اعمار مختلفه، طبعا سواء شباب او بنات او كده. انا مش عارفه الشكوى دي ممكن نعمل فيها ايه، يعني ايه موضوع اداره الطاقه ده؟ موضوع مهم قوي. كلنا عايزين نعرف ندير نشاطنا اليومي ونعرف ندير طاقتنا اليومية، سواء رجال أو إحنا كستات. مشكلة أنك أنت بتصحي من النوم ما بتعرفيش تعملي النشاط بتاعك اليومي، أو بتبدأي فيه وتيجي في النص ما بتعرفيش تكملي النشاط للآخر. ده ليه أسباب كتيرة قوي. اولا عندي اسباب مرضيه للخمول والكسل، ده مش هنخش فيها، يعني مش هتكلم انا على لا لو مشاكل حاجه مرضية. مزمنه او حاجه بتضطرنا لده خلاص بالظبط. يعني لو هتكلم بشائع، الامراض الكلى، امراض الكبد، امراض القلب، امراض الغده الدرقيه، كل ده بيؤدي لكسل. هتكلم بقى على الطبيعي اللي زينا. الطبيعي اللي ما عندوش اي حاجه وبرده حاسس بكسل. حاجات كتيره جدا. اولا النوم المتقطع. ما ينفعش اقلب نومي بالليل ليل نهار ونهار ليل. الليل ده للنوم، مهم قوي ان انا اعرف انام ليه. اروح فين دلوقتي؟ انا مكسوفه جدا. انا بعمل زيك يا عظيمه، يا نهار ابيض، بعمل زيك، بس بحاول ان انا احاول 12 ابقى نايمه في السرير خلاص. انت عارفه ان انا عرفت ان انا بسال حاجه بس بسيطه كده، انه الوزن بيثبت اذا انت ما نمتيش في وقتك بالليل وصحيتي زي الناس الصبح. طبعا الوزن بيثبت، ما بتعرفيش تنزلي، التمثيل الغذائي كلها بتبوظ. يا نهار ابيض. بالليل الليل لما بتيجي تنامي بيحصل ديتوكسيفيكيشن، الجسم بيطرد السموم والكبد بيتنظف وحاجات كتيره جدا. سبحان الله، ربنا ما عملناش حاجه وحشه أبدا. ابدا. الليل يعني نوم، يعني راحه. في ناس ما بيقلبوا ده في ده وده في ده. والاكل بالليل ما ينفعش اخد الوجبه الرئيسيه بتاعتي بالليل وانام. لا، الحمد لله ما بعملش كده. يعني في كتير بيعملوا ده. ده ما ينفعش. كثره الاكثار في الكافيين، ما بقولش ان احنا الكافيين بيعمل نشاط. انا ممكن اسيب الحلقه واروح عشان انا بعمل حاجات كتير غلط. لا، مش معقوله تكوني بتشربي 5 6 قهوه في اليوم. بشرب يوميا، يعني سواء اعتزال كده. عشان كده على طول بتقولي انك تعبانه، ما بنامش، ما بتنامش، احساس بالارهاق طول الوقت. انا بشرب 2 كافي في اليوم، انا بالنسبه لي ده كفايه وبيعمل نشاط. لكن اكتر من كده الاكسس كافيين بيعمل ضربات قلب وبيعمل مشاكل في ضغط الدم. صح، بيزود ضربات القلب فعلا. صح، فناخد بالنا من ده. عدم شرب الميه وتعرض الجسم للجفاف اكيد. وهرجع اقول نقص الفيتامينات والمعادن من العوامل الاساسيه اللي بتخلي عندنا كسل وخمول وتعب، ما دام ما عنديش مرض مزمن يؤدي الى ذلك. طب اتفادى بقى ده، اتفاداه بقى ان انا لما اجي اخد مثلا مكمل غذائي. انا بقى خلاص الحمد لله عرفت ان انا ما عنديش حاجه، ودلوقتي انا اكتشفت ان ده نقص في الفيتامينز. خلاص مع عاداتي السيئه ان انا اعدلها. صح. طيب ايه بقى اختار بناء على ايه اختار انا المكمل الغذائي؟ ما انا بشوف ملايين الانواع في الصيدليه. في الصيدليات لازم اختار مكمل غذائي يحتوي على عائله فيتامين ب الكامله. بس ما فيش يعني مكمل، معلش، حتى اللي احنا عارفينه مستوردين ما فيهمش كل مجموعه فيتامين بي كامله. نزل في الماركت وفي الصيدليات الف مالتي فيت، اللي بيميزه عن منتجات كتيره جدا لانه يحتوي على مجموعه فيتامين ب الكامله. ايه هي مجموعه فيتامين ب الكامله؟ فيتامين بي 1 طبعا. بستاذن الساده المشاهدين يصوروا العلبه عشان لما يروحوا الصيدليه يسالوا عليه، ما عنديش بديل لالف مالتي فيت. الف مالتي فيت ده الشكل، جواه 3 شرايط، كل شريط 10 كبسولات. طبعا موجود في الصيدليات وعندنا رقم الشركه عشان لما نيجي نتكلم في الرقم، لو عايزين يعرفوا الصيدليه القريبه جنب بيتهم اي واحده بيعرفوا يرشحوا لهم الصيدليه. الف مالتي فيت ليه مميزات قويه جدا، غير موضوع كمان التعب والخمول. انا ممكن اقول ان الف مالتي فيت قوي جدا كمناعه،
قوي جدا كمضاد اكسده، قوي جدا كتمثيل غذائي. لان انا على طول بقول لازم ادعم التمثيل الغذائي بتاعي. صحيح. حلو لصحه الضوافر والشعر والبشره. طيب الفيتامينز اهي بقى اللي نازله فيه بالزبط. المجموعه بقى الفيتامينز دي عباره عن ايه؟ زنك طبعا كلنا عارفين قد ايه الزنك مهم للمناعه، وعشان استعيد نشاطي لازم اعلي مناعتي. يمكن لما بيجي لنا برد الطاقه عندنا بتقل قوي. صحيح. بتحسي كده مش عايزه تنزلي. صح. وده الصح. يعني ما ينفعش ان انا ترهقي الجسم بقى زياده. ما ينفعش خالص. ما ينفعش انك تعادي مناعتك، المناعه بتسحب كل طاقتك عشان تهاجم البكتيريا او الفيروس. فلازم نقعد في البيت وقت البرد. انا شايفه الزنك هنا نسبه كبيره. معلش برضو عرفينا على النسب معلش بعد اذنك يا دكتور دينا، عشان بس نبقى عارفين الفروق بين هنا وبين اي مكان تاني فين. اوكي، زنك 23.9 وقصاده النحاس. ليه بقول النحاس؟ النحاس الزنك مش هيشتغل غير لما ياخد نحاس. الزنك ما يعرفش يشتغل لوحده. فاللي بيميز ألب مالتي فيت انه داعم الزنك ومع نحاس. كويس. والنسب بتاعته كويسه ولا الزنك عاليه هنا؟ كويسه ومعقوله ان انا استخدمه استخدام يومي كبسوله واحده بس. فيتامين ه اللي هو فيتامين اي داعم جدا كمضاد اكسده، وداعم ان هو بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره، وداعم لخصوبه المراه بشكل ما. أيوة. لكن ليس له علاقه يعني ليس علاج للعقم. مش معنى ان انا بقول دعم الخصوبه لان هو بينشط لي الدوره الدمويه، فممكن ينشط الدوره الدمويه للمبايض، بس لازم طبعا تروح للدكتور لو هي عندها تاخر في الخلفه. ده لا محاله. ده لازم يعني. عليه بالظبط. فيتامين سي ليه حاجات كتيره جدا. فيتامين سي فيتامين سي ممكن اقول انه داعم للمناعه، ممكن اقول انه بيعلي سرعه امتصاص الحديد. ممكن اقول انه بيعلي او بيعمل على تحفيز انتاج الكولاجين. عندي 500 ملي جرام. عندي فيتامين بي بكل انواعه، فيتامين بي 3، فيتامين الفوليك اسيد. الفوليك اسيد ده لوحده، ده بنجيبه لوحده، عمره ما دخل جوه مكمل غذائي على فكره الفوليك اسيد. اصل انا بصي درستهم كلهم الحقيقه. بصي هو لا غنى عن الفيتامينز طبعا، واحنا كستات على طول بنلجا لفيتامينز على طول، ورجال كمان احنا محتاجينه. رجال كمان محتاجه نشاط. ما كمان اكلنا ما بقاش فيه الحاجات الصحيه اللي بقينا زي زمان بنقدر نعوض في الاكل. الاكل. وبعدين الرجال كتير دلوقتي شغلهم بيحتاج نشاط. صحيح. المهندسين اللي بيقفوا بالساعات، والرياضيين بيبذلوا مجهود شاق جدا. ويمكن الرجال اللي بيشتغلوا على العربيات اللي بيقعدوا ساعات طويله جدا جدا سايقين، محتاجين تركيز ومحتاجين نشاط. محتاجين ما يبقاش عندهم كسل عشان يكملوا. الرياضيين على فكره الف مالتي فيت رائع للرياضيين. حقيقي؟ طبعا. لانه بيعلي جدا النشاط، وفيتامين بي بيحول لي الاكل لطاقه. وهم بيحتاجوا فيتامين بي جدا. طبعا بيحتاجوا لحاجات كتير. للتمثيل الغذائي وللنشاط ولصحه اعصابهم. يمكن الرياضيين بيبقوا عايزين يبنوا عضلات. طبعا العضلات يعني بروتين. طبعا طبعا بروتين. طيب انا عشان اشيل اوزان وما احسش ان ايدي الاعصاب تلفه او تتهز، لازم ادعم بفيتامين بي. وفيتامين بي ما في ملوش اضرار خالص، لان هو كمان ووتر سوليبل. مهم للرياضيين زي ما قلت البروتين وفيتامين، ومهم ليهم الزنك جدا. والله زنك وفيتامين سي مناعه. طبعا مناعه، فلازم مناعتهم طول الوقت عاليه. عندي داخل ألب مالتي فيت الكالسيوم. الله، الكالسيوم انا ما خدتش بالي من الكالسيوم. الكالسيوم موجود بنسبه حلوه. رائع. 70 فقط. هو طبيعي المفروض يبقى ايه دي؟ 1000 البالغين 1000. اوكي. الست الحامل 1200. المونوبوز السن ما بعد انقطاع الدوره 1200، والستات الكبار اكيد 1200. الحلو في ألب مالتي فيت انه داعم للكالسيوم ب 70 ملي جرام. ليه 70 ملي جرام؟ لان احنا بنقول ان هذا المكمل الغذائي بيتاخد يومي. فما ينفعش نعلي نسبه الكالسيوم. بيبقى له تاثير في اماكن اخرى طبعًا في الجسم. ف 70 مع الالبان والجبن والحاجات اللي فيها الكالسيوم. كويس. لان الجسم لا يصنع الكالسيوم. الجسم ما بيصنعش كالسيوم، محتاجين انتاج كالسيوم. صحيح. فألب مالتي فيت الحقيقه نسبه التركيز بتاع الكالسيوم رائعه. طب رائعة.